عامر، بعد المدة دي كلها والنهاردة جاي تسأل ألالينا؟ صوفي أكيد عندك معلومات عنها. أنا عايز أعرف هي فين وبتعمل إيه دلوقتي. أكتر من 3 سنين سايباك لينا ولسه بتسأل أليها؟ عايز أعرف في شيء جوايا مش مستريح له. أنا أقولك كل ريحك عامر، إحنا أصحاب. قولي يا عامر، إيه تتجوزت؟ أيوة صوفي، خلفت عيشة. أوه، علي دلوقتي بقى كبير. أما هتشوفيه مش هتعرفيه. أنا فاكر دلوقتي لما كان لحمة حمرا ورميته أمه لينا ومشيت. شوف آمر، لينا كانت صديقة ليا وسلكت في الأتليات دي، عملنا شغل كتير كويس. هي صبيتك زي ما صبيتني وخلص سركة معاي، ورطني في ديون كتير أنا كملته ومش أزعل. لازم حياتك تستمر، أنت كمان لازم حياتك تستمر آمر. أنا عايز أعرف سافرت راحت فين؟ اللي أعرفه إنها رجعت قبرص، ومن أصحابي يعرفوني قالوا لي إنها في أوروبا. تعمل إيه في أوروبا؟ حبيبي أنا مش أعرف، أنا كل اللي أعرفه إنها اتجوزت صديقها. صديقها مين؟ أنت تعرفه، جودة زادة. جوزته بعد ما سافرت؟ لا، بعد الطلاق على طول. ده بيزنس مان كبير، هو اللي دفع فلوس السركة. عشان كده كان من صربها على الطلاق. كنت فاكر انها بتهددني بمشكلة، ولما هددتها وقلت لها ان انا احرمها من ابنها برضو اصرت على الطلاق. يعني كانت موضبة كل حاجة. شوفي آمر، كل التفكير ده ملوش فايدة. هي اتجوزت وانت اتجوزت، وانا لو افكر هي ازاي تسيبني مش هعمل حاجة في حياتي، وانت لو فكرت ليه سابتك مش هتعيش حياتك. انسى آمر. انسى ان مراتي كانت ما بتحبنيش وهي متجوزاني. ممكن، انما انسى انها رمت ابنها ازاي. مش تظلمها آمر، ممكن مش تعرف مكانك. تعرف مكان ابوها، ومكان ابوها هو مكاني. طيب صوفي، هي ما بتبعتش جوابات او رسائل؟ طيب ما بتسألش عليا؟ مش مشكلة، ما بتسألش عن ابنها. الناس اللي بيقولوا من قبرص اصدقاء مشتركين بيني وبينها، ما بيوصلوش حتى سلامها ليا، لكن بيقولوا لي عايشه عيشه ولا الامارات. اتفكر فيا او فيك لي حبيبي. اديني عنوانك، لو وصلني منها حاجه ابقاتلك على طول. آمر، انت سعيد في جوازك دلوقت؟ كله مكتوب، نصيبك هيجيلك لغايه عندك. المهم تخلي بالك من شغلك، والعروسه اهي جايه. يا عم تسوق، انا خلاص اتعقدت، وايش ضمني بقى ان العروسه اللي جايه دي ابوها ما يجيش في اخر لحظه ويغير كلامه؟ كمني يعني يتيم ومليش اهل؟ لا يا ابني، ما تحطش الكلام ده في دماغك. الحكايه ان الشيخ سلومه اتحط بين الرحى. تصدق الراجل ده صعب عليا قوي، اتمنيت ان الارض تنشق وتبلعني وما اشوفش الراجل اللي هو كبير ناسه في الكسره دي. كسره ايه؟ هو انت بيخش عليك الكلام ده؟ يعني هي بنته دي هيخللها؟ ما هي مصيرها هتتجوز برضه. القصد يا شوقي ان اتحط في وضع ما يقدرش يعمل فيه حاجه. كسره الراجل اللي بجد يا ابني لما زمام اللي انيهم يفلت من ايديه.
يبقى قشة في وش الريح. أنا كمان مكسور بس ما باليد حيلة. اللي صحيح أخبار بنتك سماهر إيه؟ وإيه اللي جاب الشيلة دي دلوقتي؟ أنت جاي تقلب عليا المواجع؟ لا يا عم تسوق، أنا ما أقصدش، أنا قصدي يعني إن ربنا كرمك ببنتك جواهر، ليه ما بتسألش عن أختها سماهر؟ ولا امشي اطلع بره. أنت إيه اللي رماك عليا؟ ما أنا كنت قاعد كافي حالي مالي، جاي تقلب عيشتي؟ خلاص يا عم تسوقي خلاص، نغير الموضوع ده خالص، نغير الموضوع ده خالص، بلاش نجيب سيرة. بس أنا يعني سمعت إنها بقت بتشتغل في الأفراح وبقالها صيت. امشي يا ابني، امشي من هنا، سيبني روح لحالك. خلاص يا عم تسوقي خلاص، والله ما عايز أسيبك لوحدك. خلاص يا عم تسوقي، بلاش نتكلم عن سماهر، بلاش. تحب نتكلم عن جواهر؟ وحشتني قوي 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 يا سي عامر. يا جواهر بلاش مبالغة، أنا اللي غبت عنك نهار بطوله بس. طب هو مش نهار بطوله بس، كأنك غايب عني أديلك سنة، كنت بعد الدقايق في غيابك، كنت حاسة إن نفسك طابق على نفسي وأنت في البلد وما سافرتش، كنت قاعدة لوحدي بفرق في الدار. وأنت كمان طول ما أنا غايب ما فكرتش غير فيكي أنت وعلي وعيشة. إن شاء الله ربنا ما يغيب حسك من الدنيا قادر يا كريم. شامم عاملة لك الصيادية اللي أنت بتحبها، هقوم أحضر لك العشاء. لا خليكي، أنا اتعشيت يا حبيبتي. اتعشيت فين؟ في طنطا. يو لو هو انت كنت رايح طنطا ولا كفر الشيخ؟ لا ما انا بعد ما خلصت اتفاق على مخلطة شوقي في كفر الشيخ قلت اخطف رجلي لطنطا اشوف شوية خشب يعني لعم تسوقي اللي هيعمل بيهم البيوت الجديدة. شفتي جايب لك ايه من هناك؟ ايه رايك في السان ده؟ الله ده لونه حلو قوي. والشال ده كمان عشان الشتا. شله يا سيدي يا بدوي. والشبشب ابو نقطه. ان شاء الله يخليك. ليه الكلفه دي؟ ده كده كتير قوي. لا كتير ولا حاجه. انا جواهر بقعد بالثلاث اشهر ما اجيبلكيش حاجه ابدا، بعوض. مش عارفه اقول لك ايه يا سي عامر. ربنا يخلي راسك فوق راسي، ده رضاك عندي بالدنيا. دي بيجامه لعلوه. الله. دي يا ستي دلاية عشان عيوشة. إن شاء الله ربنا يرزقك برزقينها يا رب. تعرف يا سي عامر لو كنت نسيتهم علي وعيشة بالذات كنت هزعل منك قوي. وتيجي برضه يا أم عيشة. أم علي. وأم علي. طب عشان خاطر أنا بقى يا أخويا هقوم أحضر لك لقمة عشان تتعشى. لا لا مش هاكل بجد، أنا أصلي دماغي مقلوبة ومحتاجة أنام. على طول كده؟ طب نقعد نتسير شوية، ده أنت وحشني. نفسي افضل ابص لوشك كده لحد الصبح، وما تتعبش روحك في الكلام. التقرير اللي قدام سعادتك ده تقرير مبدئي وجاري جمع بقيه المعلومات. كويس، سبقت قبل ما اتعصب عليك. سعادتك اديني يومين اتنين بس، يومين اتنين وهجمع بقيه المعلومات. انت حطيت لي كلام كتير قوي عن الصيادين، مفيش كلام ليه عن الملاحه. ما هو سعادتك موضوع الملاحه ده هو الموضوع اللي ناقص، بس هجيبه سعادتك. أصل بصراحة موضوع الملاحة ده موضوع يحير، زي ما يكون سر عسكري، مفيش حد من عمالها بيتكلم عن موضوعها. أنا يهمني أعرف كل التفاصيل عن ملاكها، سبق واخدتها الشركة ولا لأ، إنتاجها قد إيه، مين الموردين وبيسوقوا فين، بترمي كام وش في السنة، فيها كام حوض. كله هيكون قدام سعادتك، بس يومين، يومين ثلاثة بالكتير. وإيه كل التفاصيل دي عن الصيادين؟ ما أنا سعادتك كتبت كل شيء عن الصيادين، نوع الصيد، الأماكن اللي بيترددوا عليها، الأماكن اللي ممنوعين يروحوها، الجزر. طب اسمع، أنا عايزك تاخد من الصيادين كل إنتاجهم وتدفع لهم الدبل. الدبل؟ أيوة، تدفع لهم ضعف اللي بياخدوه من السوق، وتقول لهم إن الاتفاق ده هيبقى ساري من أول الشهر، تكون فتحت مخزن من مخازن المزرعة وجهزته عشان يبقى ثلاجة سمك تشون فيه وتبعت على القاهرة. أنا اتفقت مع معلم عطوة في شادر السمك هياخد كل اللي نبعته. الله، إيه التكتكة دي يا باشا؟ إيه الكلام الجامد قوي ده؟ بس يعني سعادتك مش شايف الدبل كتير؟ كفاية عليهم نزودهم النص وهيبوسوا إيديهم وش وظهر. نفذ اللي بقول لك عليه.
أنا عايز الصيادين يناموا بالليل وهم بيدعوا لي. أنا محتاج دعاهم قوي. عايزهم يقولوا لبعض لمع بيه درويش وش السعد علينا وعلى أولادنا. أنا هعمل لسعادتك صيت يرج المنطقة كلها. بس خلي بالك موضوع الملاحة في المقدمة. حاضر يا باشا. تفضل. صباح الخير. أهلا يا حبيبتي. تفضلي يا أستاذة وفاء. فضلت دلوقتي يا شربيني. حاضر يا فندم. أنا بدأت أزهق مع بعض في البيت ومع بعض في النادي وهنا في الشغل. إيه يا لمع يا حبيبي؟ أنت بتحسدني على صديقة واحدة حيلتي؟ أنا مش داخلة مع نريمان هانم كصديقة، أنا داخلة كمستشارة قانونية لسعادتك. حلو قوي الجو ده، سعادتك ونريمان هانم واللي شفنا سهرين مع بعض بالليل يستغرب. طيب يا أستاذة وفاء، بما إنك دخلتي في الشغل، ما أخر الورق اللي عرضته عليك ليه؟ عيب سعادتك إنك دايماً مستعجل، ومستي إني بتمهل وتفحص ودقق عشان لما ناخد قرار يبقى مظبوط. ده مشروع كبير قوي ولازم ندقق في كل بنود العقد. شفت بقى، أنا مش عارفة من غير وفاء أنت كنت عملت إيه. أنا حاسة كده إن أنت بتشغل الشركة دي بالفهلوة، ولولا فرملة وفاء أنت كنت غرقت. يا ريت تدعي لي بقى. أنا بدعي لك على طول يا حياتي. على فكرة يا لمعي بيه، أنا مش موافقة على التحركات المفاجأة اللي حضرتك بتعملها، واديني بقولك قدام نريمان، إيه لازمته تحط عينك على ملاحة الحبايبة؟ لا وإيه، عايزة نروح نعيش هناك، شفتي الجنان؟ ما تكبريش مواضيع يا نريمان، أنا بوضب الاستراحة هناك عشان ما تروح ما تزهقيش. لا طبعًا، حضرتك تروح هناك وتشحططنا وراك كل شوية، باين عليك ناوي تعذبنا. لا، لا يا وفاء يا حبيبتي، ده أنا وإنتي هنروح نقعد هناك، وهو بقى لما يعوزنا يبقى يجي لنا. مش كده؟ بخير كبرش بيجي كل شهر وانا عارف ميعاده كويس قوي. هو البحاره بيقعدوا بورسعيد 3 ايام. انا مش عاوز سافر النهارده يا سيدي، سافر بكره. ها يا سيدي انت مش واخد بالك، مش عارف انت، انا بخبى اشوف المركب الكبرش وهو داخل وعليه العالم عمال يرفرف كده، ذكريات جميله، حاجه حلوه. طب اعمل حسابك ما تغيبش اكتر من يوم، لان انا مش هشتغل في المحل لوحدي. ياسين يا حبيبي انا بخبك كتير عشان انت بتخبني، انت الان خايف عليا ان انا اسافر مش ارجع تاني. ده شعور جميل قوي ان انا اخس ان انا ليا قيمه عندك. انت ليك طبعا قيمه كبيره عندي ارتين، بس يعني دماغ صغيره كده. طبعا انت رايح عشان خاطر بقى تصعلك وتبصبص وتزوع عينيك. أنا يا سيدي حبيبي قلت لك كتير، تعالى معايا نروح نتفسخ ونتبسط، إحنا عايزين شوية خبة فرفشة، مش كله شغل شغل شغل. بقول لك إيه، لولا المحل محتاج بضاعة ما كنتش سبتك تسافر. ها؟ بضاعة على فكرة، أنا كلمت بخارة وهم جايين يجيبوا لنا معانا شوية بضاعة، جبنا فلامانك، جبنا الرومي، جبنا نشتو، خبة جبنا كده كتير، وقلت لهم كمان يجيبوا خبة خجات خريمي، لزوم الخريم يعني، خبة روز، خبة بودرة. وقعت بلسانك يا أرتين. طبعا الحاجات اللي هجيبها طبعا مش معقول تتباع في المحل، مفيش حد في البلد بيشتريها، انت طبعا هجيبها عشان توزعها على حبيباتك. ها عليك عليك يا سين، تنك تنوق علي لغايه ما العصافير الصغيرين كله بيطير. السلام عليكم. عليكم السلام يا سين. اهلا اهلا عامر حبيبي، كويس يا عامر جه اهو، هيقعد معاك عشان ما تقعدش لوحدك. عامر حبيبي انا رايح بورسعيد، مش عايز اجيب لك حاجه معايا وانا جاي. ايوه انت كل شهر عندك سفريه، بقى شويه كراريس ولام العيال. خادر من هنا الاثنين، خادر ياسين خلي بالك من المخل، فتح عينيك كويس قوي. ها افتح المخل تتاكد انه تقفل كويس. يا سلام عامل نصح قوي. اتفضل اتفضل اتفضل. طب اتفضل امشي امشي. يا سلام يا عم. مع السلامه يا خواجه. ازيك يا عامر؟ مش كويس. ليه، هو علي عيان ولا حاجه؟ لا علي كويس، بس انا اللي مخنوق مش لاقي حد فضفض معاه. ايه جواهر؟ لينا بنتك ادتني اكبر مقلب في حياتي. تاني لينا تاني؟ ايه اللي جد في الموضوع؟ انا رحت اسكندريه وقابلت صوفي شكتها.
جرى حاجة لنينا؟ عرفت منها ان لينا اتجوزت بعد طلاقنا على طول. اتجوزت؟ اتجوزت صديقة جودة زادة وعايشة معاه في اوروبا دلوقتي. اتجوزت جودة زادة؟ مش معقول. طبعا المسألة ما كانتش فجأة، اكيد مترتبة لانها كانت تعرف واحنا متجوزين. متجوزين؟ يعني انت شفته وقعد معاكو؟ يعني مرتين ثلاثة. دي المصيبة السوداء. خانتني. لا دي خانتني انا يا عامر. ازاي؟ تعرف جودة الزادة ده مين؟ ما تتكلم يا عم ياسين، في ده ابن اخت شريكي انا وارتين اللي نصب علينا وضيعنا. مش ممكن. وهي تعرف ده؟ اكيد لا، بس دي مؤامرة. بعد ما نصبوا علينا وسرقونا خدوا بنتي عشان يدمروا حياتها. لازم اعرف هي عملت كده ليه، وازاي جالها قلب ترمي منها الرمية دي. انا نبهتك وبعدت لك. هعمل لك عمل شايفاه. من 7 سنين بعد 7 بحور وحرسوا 7 حراس من الجان. دستور دستور يا سيادي دستور. بس مش وقته. شوف عملك متعقد ب7 عقد وكل عقد عايزة ورد، والورد 7 قرايات، وان ما تفكتش العقد وتقرت القرايات وتقال الورد هتفضل يا متعوس منحوس. وزي ما حصل لك قبل كده، لا بنية هتطولها ولا هتبصلك بنت من بنات حوا طول عمرك. ما هو ده اللي انا حاسه يا مقتبة. عشان كده اول ما ربيع قالت لي انك عايزاني رحت جايلك جري على طول. مفيش مره يا مقتبه تقدم لبنت ولا اتقدم خطوه واحده ناحيه الجواز والا الجوازه تبوظ. كل مره كده لازم تحصل حاجه تفركش الجوازه وتبعدنا عن بنات حواء. بس يا بت، بس يا واد. الله مش وقته. ما تنزلوا بقى، ما تهدوا شويه علينا، خلينا نعرف نتكلم مع الست. كان لازم تجيني من بدري. انا كنت عايز اجيلك من زمان يا مقتبة، بس ترددت وكنت خايف من عامر. ابوس ايدك فكيلي العمل ده وانا اجيبلك كل اللي انت عايزاه. اخرس اخرس يا صليط اللسان. انا ما بطلبش ليا، انا بطلب للاسياد. بس يا واد، بس يا بت. شوف وانت بتقف قدام نار الكير تقرا الورد اللي في الورقه دي كل يوم 25 مرة، وعدي عليا بعد اسبوع ومعاك الطلبات دي. كل اللي انت عايزاه مقتبه اجيبهولك. معزه وديلها ازعر، هو ما المعز كلها زعر. هو في معزه بليه مقتبه ماشي مع انها غاليه، و2 كيلو شيح و3 كيلو سكر قوالب و2 كيلو سكر سانتا رفيش و3 سايبين. هو ايه يا مقتبه كميه السكر دي؟ هما ايه الاسياد عندهم هبوط؟ اخرس السكر عشان ادوب لك بيه اول عقده في العمل. ماشي، هو كل مره بقى هتدوبي لي عقده هتطلبي كل الطلبات دي يا مقتبه؟ لا هي اول مره والباقي عندي. طب يعني ممكن بدل المعزه دي ممكن تشوفي لي حاجه حنينه كده؟ خلاص خليها بطة خضرية بس جناحها يكون محروق. ولا يهمك، انا هجيب لك البطة هنا وانت ولعي فيها زي ما انت عايزة. يلا يلا قوم جاوي. ايوه بركاتك يا مقتبة. دخل اللي عليه الدور ووصل حداد يروح ورشته يشتغل في الكور. امر يا مبروكة. تعال Hey. Hey.
عرضك مقتبه. جوزي هيطلقني عشان ما جبتلوش الولد. 7 بيتون كلهم بنات وانا عايزه اللي جاي ولد. عينيا الحمد لله. تسلم ايديك يا جواهر. تستاهل الحمد يا حبيبي. الف هنا وشفا. مطرح ما يسري يمري. مع انك ما اكلتش واضح ان بالك مشغول. لا مشغول ولا حاجه، انا بس ما نمتش كويس. ما هو برضه قله النوم فكر شغال. يا ستي هخلص شغلي بدري وارجع انام. لما انت لابسه فستان ليه؟ انت خارجه؟ لا مش خارجه ولا حاجه. هروح فين؟ هو عيب يعني لما البس فستان الخروج في البيت؟ هلا قولي يا سعاد، بالمناسبه يعني الحاجات الحلوه اللي انت جايبها لي دي جايبها لي من فين في طنطا؟ ليه؟ اصل راويه اخت دعدور شافته وعجبوها قوي، وهي وهو نازلين الجمعه الجايه وكانوا عايزين يعرفوا المكان. بس انا مش فاكر يا جواهر، يعني من طنطا بس مش فاكر اسم الشارع يعني. سي عامر، هو انت زرت السيد البدوي؟ اه. يبقى اكيد بقى في مكان جنبه. مظبوط مظبوط. هما بيروحوا طنطا ازاي؟ بينزلوا من هنا يروحوا على طنطا وبعدين يطلعوا على اسكندريه، ولا بينزلوا من هنا يروحوا على اسكندريه وبعدين يطلعوا على طنطا؟ ايه الاسئله الغريبه دي يا جواهر؟ توجعيش دماغي، ما اعرفش. لكن انا بقى اعرف، وعارفه الحاجات دي كلها انت شاريها منين. انت شاريهم من اسكندريه يا عامر، ولانك ما بتعرفش تكذب واول مره في حياتك تكذب عليا ما عرفتش تحبك الكذب. اتفضحت. ايوه الحاجات دي انت شاريهم من شارع النبي دنيان. ما انا واخده الاعداديه وبعرف اقرا، والكيس عندك جوه، ابقى اشوف مكتوب عليه ايه. سافرت اسكندريه ليه يا عامر؟ ايوه جواهر انا سافرت اسكندريه. ايه المشكله؟ مفيش مشكله انك تسافر اسكندريه او تسافر اي حته في الدنيا، بس المهم ان انت ما تكذبش عليا، وما دام كذبت يبقى فيها ان. بقول لك ايه يا جواهر، انا مش ناقص لا فيها ان ولا حاجه. لا فيها لينا، وهو ده اللي سفرك اسكندريه مش كده؟ ايوه. وانا ما ارتكبش جريمه. عايزه تخني؟ تعالي خديني على مين. لا عاش ولا كان اللي يصغرك يا اخويا. تعالي هنا وقفي قدامي وكلميني. طلعي كل اللي جواكي. اطلع كل اللي جوايا ازاي وجوزي قافل صدره بقفل مسوجر ورامي مفتاحه في البحر؟ قلبك وعقلك مع القبرصيه، بتنام الليل وبتحلم بيها، بتبرطم بكلام فرنكي انا ما بفهموش، واخره المتم برميني بعيالك ورايح تدور عليها. انا رايحه بيت ابويا. جواهر هتسيبيني وتسيبي العيال؟ لا عالي قبل عيش. تعالى يا عم. عامر؟ لا يا بنتي ما تقوليش كده عليه. يابا ابوس ايدك ما تضغطش عليا بقى، انا تعبت. انا كل ما النار اللي جوايا بتهدى ترجع تاني تشعل الاكتر. بس عامر يعلمني ان الخيانه مش شرط ابدا انها تكون بين راجل وست، لكن ممكن تكون في الدماغ. وعامر بيخوني في دماغه يابا. ايه الكلام الماسخ اللي بتقوليه ده؟ عامر عمرنا ما سمعنا عنه حاجه زي كده. ده وقته كله لشغله ومحوط عليك وعلى ولادك. ايه عايزه تسوق الجنان ولا ايه يا جواهر؟ طب تقدر تقول لي يابا سافر اسكندريه يسال على طليقه القبرصيه ليه؟ هو ما فيش غير الغرض ده عشان يسافر بيه لاسكندريه؟ في الف غرض وغرض يا بنتي. انا ست يابا، ست وقلبي بيحس. ده لما كان بيخرج من البيت وبيرجع من شغله آخر النهار كان بياخدني في حضنه ويطبطب عليا. بقى بعد ما يسافر يوم بطوله يرجع وهو وشه مسحم ومضلم ومش طايق يكلم حد. سامر اتغير يابا.
وان كان فكره انه متجوزني عشان مزنوق في ربايه ابنه فانا حربه له، بس مش هرجع له تاني. ادخلي يا جواهر. بابا حبيبي. نايم الولاد على سريره. أنا آسف. أنا آسف يا متسوي. ما كنتش أتمنى أبداً إن جواهر تتصرف التصرف ده. ما تكملش كلامك، كلامي معاك بعدين. تعال يا جواهر. اقعدي. لا يابا، انا جيت هنا بالغصب، ما تخلونيش اقعد معاكوا كمان بالغصب، ما انا هخش انام على ايه. بقولك اقعدي. ساعة لما جبتك الدار هنا قلتلك ايه؟ افكرك. قلتلك اعتبري ابوكي مات وعامر جوزك وابوكي واخوكي وكل عيلتك وعزوتك، وارض الحبايبة دي كلها مالكيش فيها حاجة غير الدار دي، ولو فكرتي تخرجي منها يبقى على التربة في الكفن. ماشي يابا، ماشي يا عامر، وانا هنا عشان استنى الكفن، انا هنا عشان خدمتك انت وعلي وعيش. انت علمتني ان الست بتقوى باخلاصها وحبها لجوزها، وانت ما تقدرش تنكر اخلاصي وحبي ليك، لكن انت بقى ما اخلصتليش. وانت يابا، انت علمتني ان الست بتقوى بعزة نفسها وبكرامتها، وجيت النهارده تردم على اخر حته خضرة جوايا وترميها في بير السمع والطاعه. ده اللي عندي. عايزين مني حاجه تاني دلوقتي؟ الكلام العبط اللي بتقوليه ده. قومي قومي. انا ما اقبلش ابدا اعيش مع جاريه، وارفض انك تكون جاريه في بيتي، وما اقبلش ابدا ان ست تعيش معايا وهي مقهوره. مجرد غلطه تقومي تمسحي كل حاجه حلوه بينا لمجرد غلطه صغيره؟ اكيد هتتعاتبوا. احسن كل واحد يطلع اللي جواه عشان تتصافوا. تصبحوا على خير. انتوا فاكرين لو كنا على الباخرة ماشيين في البخ والبنت الطليانية يا اللي كان لابس كده الخلو ده، انا قلت له ايه؟ قلت له يا تديني بوسة وترقص معايا يا الباخرة هتقف ونغرق.
انا ساعتها شفت اندراوس قال لها ارتين ده مجنون، لو ما عملتيش اللي بيقول عليه هيغرق المواتير وهتغرق المركب بجد. البنت مش لاقي فايده غير ادي ارتين بوسه وارقص معاها طول الليل. اقول طول الرحله لا، دي كانت اطول رحله في حياتي. مركب ماشي في البحر رايح جاي، والخرب العالميه شغال، واحنا مشتاقين مينا نرسل ليه. ما انت بعد الخرب سبت البخر خالص ارتين ومش قرده اركب مراكب تاني. انت احسن واحد يعمل مواتير بواخر ارتين، يا ريتك ترجع تاني، انت تكسب كتير. لا كتير ولا قليل، خلاص احنا راحت علينا. انت لسه ارتين عندك عوده بتاع مركب غريت. لا عوده ولا حاجه، خلاص يا جماعه مفضلوا غيروا كلام، غيروا الموضوع. انت ارتين من يوم ما سبت البخر وانت تعبان، ورحت عملت بيزنس مع ياسين، عملتوا ايه؟ رجعتوا من قبرص خسرانين. على ياسين اخباره ايه ارتين؟ ياسين زي ما هو مش بيتغير، بس عرفني في اسمي. هو اصلا مصري ومستحمل عيشه. انت ازاي مستحمل عيشه ارتين؟ ويا ريت عايش هنا ولا عايش في اسكندريه، الا انت عايش في قريه بعيده عن الدنيا. بس صدقني صدقوني، الناس اهل القريه دي ناس كويسين، تبص في فصوصهم شوف السماحه والرضا والطيبه، وراضيين باللي هم عايشين فيه. بعد بلاد تانيه كبيره تبص في فصوص الناس ما عندهمش الرضا، تشوف فصوصهم قريبه من السلاطين. يعني بقول لكم يا جماعه بلاش كلام في المواضيع دي، قول لي وريني انت جبت يمك. اوعى تفتكر يا جواهر ان انا هبقى مبسوط لما نبقى عايشين تحت سقف واحد واحنا الاتنين بنمثل على بعض. انا عارف متاكد ان جواكي بركان ساير، وانا زيك بالظبط. ماشي يا عامر، علمني، طلع كل اللي جواك عشان انا كمان اقدر اطلع كل اللي جوايا. انا سافرت اسكندريه وغلطتي اني كذبت عليكي، بس كمان ما تبقيش قاسية، ما تعتبرهاش كذبة، هيعتبرها حرص مني على مشاعرك. أنا مجرد أن أغلط في كلامي وأقول كلمة لينا أو أجيب أي حاجة من طرفها بتعمليها مشكلة، والبركان اللي جواكي بيصور. عشان كده خفت أقول لك إني سافرت اسكندرية. لما سافرت ما رتبتهاش، وإحساس جالي كنت متأكد إنها مش هناك. كنت عايز أعرف أم ترمي ابنها وتسافر ليه؟ علي مسيره يكبر وهيسألني عن أمه اللي رجعت بيه من السفرية دي، إحساس سخيف هيقتلني. لينا ما دمرتش حياتها، دمرت حياة أبوها كمان. ماشي يا عامر، مصدقك ومصدقك كل اللي انت قلته وكل اللي جواك، بس ممكن تسمعني وتفهمني، ولما تتأكد انها نار هتقدر تطفيها. انا عيانة، عالجني، جوايا حمل تقيل كويني ومعذبني ومش عارفة اخرجه، وعايز اعرف انت اتجوزتني ليه؟ حطتني انا وهي في كفتين ميزان، كفتها هي اللي حطب. هي جميله وعينيها خضرا وشعرها اصفر وبيضة، وانا حيالله ما جيش فيها حاجه. هي متعلمه ومعاها الشهاده العاليه، يعني لما هتقعدوا تتكلموا مع بعض هيبقى في قصص وحكايات. وما يدوب يا دوب ما معيش غير الإعدادية. هي عملت مشروع ونجحت وكانت بتكسب، وأنا قاعدة مبطوطة. يعني لما تطلقها عشان ترضي نفسك لازم هتتجوز واحدة أحسن منها. عرفت
النار اللي جوايا قد ايه؟ هتعرف تطفيها يا سي عامر؟ انا اخترت وحبيت اللي احسن منها يا جواهر. انت عايز تسمعيها مني؟ انا اقرب لي اللي سابتني ولا اللي سندتني؟ اطمن لمين اكتر؟ اللي خدت ابني في حضنها ولا اللي رميته؟ يمكن اكون غلط لما سرقني جمال براق مفهوش روح. لما انت شدتيني بالجمال الطيب اللي جواكي، للاسف بتحاولي تحرقيه بالنار اللي انت عايشه فيها. اختار مين غيرك يا جواهر؟ تعرفي اني مش هستحمل ابدا انك تبعدي عني، بس نفسي ارتاح من اللي في دماغي. انا هريحك يا حبيبي، هريحك. في الشده يا رجاله، تالت مره اقولها. غريب لتالت مره اقولها. خلي بالك من متانة الفوارغ يا ريس. ما تقلقش. ماشي، ما تقلقش. يلا سلام. لكن انت مش ملاحظ يا عامر اننا محتاجين عبوات اكبر عشان تستحمل وزن اتقل؟ خلاص، كلم الحاج عطله يجيب العبوات هو، وبعدين احنا نغسل تمنها من المقاول. بقول لك ايه يا عامر، ايه حكايه الخشب اللي رحت اتفقت عليه في طنطا؟ لا، ما انا بعد ما رحت اكتشفت ان احنا ما معناش فلوس فصرفت نظر. ايوه، انا قلت كده برضو. اخبار جواهر ايه؟ الامور صفيت الحمد لله. الحمد لله يا عم سوي. استحملها يا عامر، دي طالعه زي المرحومه امها، كانت معتبراني كل حاجه في حياتها، بتفكر فيا ليل نهار. هي يا عم سوي دي حاجه كويسه، بس ساعات لما الاهتمام يزيد عن اللزوم بصراحه بيخنق. معلش استحملها، خدها على قد عقلها. تصدق العبيطة دي كانت فاكرة إن طريقتك القبرصية بالتياسين عاملة لك عمل عشان تربطك بيها. الربطة مزموتة والزمتة شنطة والعمل معمول على يد جن مبحر ومخلي ريحه مزعببة دايما بينك وبينه، وهواه هناك مش هنا. خدي القرطاس ده تدوبيهوله في المية وتخليه يشربه عن اخره، وكله بأمره. عاشت ايديك يا جواهر، الاكل يجنن النهارده. في صحة وعافية فيه. والواد شاول ما سألش عليا النهارده. سأل عليكي، قطعني، نسيت اقول لك. بيقول ان المخرطة وصلت وانه مش هيفتتحها لما تروح ان شاء الله. عجبني الواد شاوي ده قوي، واد مداير ما بيوقفش ابدا محلك سر. بقول لك يا سي عامر، تتضايق يا اخويا لو خدت كتاب من كتبك وقعدت قريت فيها؟ اتضايق؟ معقول يا جواهر؟ طبعا دي حاجة تبسطني. اي حاجه في البيت هنا بتاعتك. لو عايزاني اساعدك كمان ممكن اساعدك. لا، مش عايزه اشغلك، انا هشوف احب اقرا في ايه
وهاخد الكتاب واقراه. طيب قولي لي حابه تقري في انهي موضوع وانا اختار لك الكتاب. هو انت بقى مش بتحب شوقي عشان مدائر؟ خليني اختار ولما اخلص قرايه هبقى اكلمك في اللي قريته. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام خالي من رب الرحيم. ايه يا جبار؟ ايه اتخلطتي كده ليه؟ خلاص كوبايه في داهيه، هشيلك ده استغيرها يا ستي. هجيب لك غيرها يا اخويا. جيب لك غيرها. الكتاب ده ايه؟ الكتاب ده يا اخويا ده عن المرأة الفرعونية، اهي بداية. وده مش صعب ده؟ لا صعب ولا حاجة. ايه الموضوع؟ بلاش المية دي، هجيب لك غيرها. شيطاني من شغل المهدبة. أنا شربت وأنا عارف، وعمره ما هيصلح العلاقة اللي بينا. شربته لأني مؤمن بالله ولازم أكفر بالدجل ده.